اكثر من هكا. لا كيضرنا على ما تهضرناش، رحنا ساكنين حدا. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا وراه واصله مهلكه نحشم قرن، ولا نقدر نقولوا سويسرا تاع افريك، يعني بلد لي هوك اللي غادي تنظم كاس افريقيا وكاس العالم، اللي قال لك باللي راهي فايت الجزائر بقرن، قال لك راهم فايتين الجزائر 100 سنه. المهم تبعوا معنا هذا الفيديو باش تشوفوا التقدم تاعهم كي داير. ما تنساوش غير لي لايك البارطاج مع البديه تاع الفيديو باش يطلع الفيديو خوتي، وايضا اللي ماش مشترك يهبط يشترك ويفعل زي جرس. قبل ما نبداو خوتي، نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يهبط يشترك ويفعل زي جرس ولي لايك مع البداية تاع الفيديو باش الفيديو يطلع وما يطيحوناش العياشه ولا يطيروه. لي لايك خوتنا الجزائريين. نبداو بسم الله. غادي نخليكم مع هاد الصور. خوتي هذا اللي راكم تشوفوا فيه ما راهش لاك ولا بحر ولا لا خوتي، هذا زيغو راه مطرطق هنا في هذه البلاصه، راه داير لهم بحر ومخلينا عادي وراح حتى ديارهم. زيدوا تبعوا معليش. ما كيما شفتوا معنا في هذه الصور وحنا كنصوروا في هذه البلاصه ما غاديش تستحمل الريحه ديالها ولو دقيقه. بحسن عوان الناس اللي ساكنين هنا وهما كيعانيوا من هذا المشكل اعوام واعوام. راكم تسمعوا خوتي، هذه ماشي غير نهار ولا يومين، قال لك اعوام واعوام والناس هادو راهم يعانوا ومن ريحة تاع الخنس. حاشاكم خوتي، يعني قلت لكم هذا ما راه لاك ما راه بحر ما والو، هذا زيغو راه مطرطق في هذه البلاصه، دار لهم بحر خوتي وراهم مخلينا عادي. ما كان لا دوله، ما كان لا مالك اللي يقدر يقولوا لها عاش لي ما تهلي، ما كان لا مواطنين، حتى المراركه الشعب وما يساووش. يعني حنا كون جات في الجزائر الدوله كامل ما تتدخلش، يدخلوا غير الشعب ما بيناتهم يصلحوا هذا الشيء اللي راه واقع. بصح في الزريبه تاع الناس ها ديجا البلاد ماشي بلادهم، ها خلوها وصاي. زيدوا تبعوا زيدوا سمعوا شنو كيقولوا على هذه الكارثه. نحشوا معاك باقي في هذا الوقت، في هذه السنوات وفي هذه الوقيته، وهذا الشيء واقع في هذه الزنقه وفي هذا الشيء. راه حشومه ما تيدوهاش بنادم ما عندهم غرض، تيطلع الماء تيدخل على الديور، ما كاين اللي تيديها في شي حاجه. سمعتوا خوتي، قلت لكم ما يسمعوا بينا ما يشوفوا فينا، يعني هذه البلاصه راهي منذ سنوات هما عايشين حداها، يعني ريحة الخنس حاشاكم خوتي، والمراركة عايشين عادي، تحسبها بحر، ماشي زيغو راه مطرطق، راكم تشوفوا، يعني من الكثرية اللي قعدت وقعدت، راه غير تزيد تكبر، غادي مروك تولي كيما هكا، هذه هي حقيقة، ومن بعد يقول لك بننظموا كأس العالم وكأس إفريقيا، باش، أش عارف خوتي، زيدوا تبعوا زيدوا. هاد الحار، جات ديك الشتا وفاد الواد الحار ويدي هكا يوقع هكا، راه كان كثر من هكا، لا كيضرنا على ما تهضرناش، رحنا ساكنين حدا، كيضرنا، والريحة والخنز وما باقيش بنادم يقدر يدخل ويخرج، وغير ما تيزيد في الخنز وما تيزيد في الحالة، وبنادم وصافي ما كاين معاه منتظر. الريحة من الفيديو راهي تطلق خوتي، وتحالة تكون ساكن حداه، لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتوا؟ قلت لكم كل خطرة يزيد يفيض ويبقى كيما راه، راه غير يزيد ها قلتها لكم، بالك الأولى كان غير بركة، دركا راه بحر خوتي حداهم، وهذا زيغو ماشي منقي، هذا زيغو خوتي، يعني الريحة تقتل، كون يجي حيوان يمرض حداه، ماشي تحالة إنسان، راهم عايشين حداه، يعني غادي ماشي يمرضوا، غادي يصابوا بأمراض ما كانش كاع كيفها. زيدوا تبعوا. الدار ما كاين عامل الدوي. ولا هاد الخنزية ما كتضرش كارثة، راه كتضر. أنا ليت عندي ولدي مريض في السل بسبب هاد الشيء هذا. يوم كنتمناو يصوبوا بعد هاد الطريق هي الأولى. ويكملوا هاد الشيء ديالهم، ما جابوه حتى لهنا وحبسوه ما عرفناش علاش. الناس مضررين من هاد من هاد الريحة هادي، فهمت؟ حيت هنا دابا ما كيخرجوش الناس من هاد الحال ديال الواد الحار. كدور حتى بنادم كاع اللي فيه الحساسية وداك الشيء. يشدكم أنا كنت حاسبها غي تما، هي راهي داية كاع الطريق. راكم تشوفوا خوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الطريق كامل راهي عامرة، ما غلطتش أنا مين قلت لكم كانت بركة ولا تبحر، جد بحر تاع بصح خوتي، هذا ماشي لاك بحر، راه فايت اللاك، اللاك غير بلاصة، بصح هذا طريق كومبلي راهي رايحة، هذا غير زيغو خوتي حاشاكم، الريحة تطلق، الناس عايشين عادي خوتي، فهمت أنا كيفاش راهم عايشين ومازال مستحملين هذه الريحة، أنا كون من بعيد نجيف خوتي، ماشي تحالة نقرب ونعيش حداه كامل. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما فهمتش أنا حتى المواطنين ما كلاهمش قلبهم وساووا بلادهم، ومن بعد تلقاهم الجزائر، قال لك حنا أحسن بلد في العالم، هم متقدمين على الجزائر 100 سنة، ها هو التقدم،
كاس العالم كاس افريقيا زيدوا تبعوا خوتنا كاع ما كيستقبل هذه الريحه هذه ودي الله يهديهم هادشي اللي غنقولوا لهم الله يهديهم معلوم ترنا راه كتصل الحوايج في السطح دابا كتدخل لي بالريحه وكادشي كيمرض هادشي اللي هاد الماء ديال لي زيكو كون غير كان زعما هاد الماء ديال الشتا ماشي مشكل هذا ديال لي زيكو اللي خرجت فيه هنايا وخصهم يحيدوا هادشي راه تقريبا دابا 15 يوم هو هادشي هنايا خصو يحيد يعمروا هنا المهم يديروا شي حل لما هادشي راه كل مره كل مره كل مره حشومة اللي فيه الحساسيه راه كيتكرفص هنايا في هادشي هنا ديال لا زيكو مع الشتا تفرقع جا داك الماء ديال الفوق وديال ديال هنا ديال التحت ديال هنا لهاد الجويه كاملين جمعوا جمعت ما تفرقعوا بجوج تفرقع هذاك اللي كيجي يدخل ليه الماء تفرقع الاخر قال لك هذا ماشي شتا راكم تسمعوا قال لك هذا زيكو راه مطرطق هنايا ولا لهم بحر راكم ما تشوفوا الطريق كامل ملانة من قتل القنز قال لك اللي فيه الحساسيه ما انسان نورمال ما فيه والو يمرض هنا يتغاشى ماشي يمرض يموت من كثره الريحه ماشي حاله يعيش كيما راكم عايشين انا ما فهمتش لا حول ولا قوه الا بالله ما فهمتش كيفاش راهم صابرين لهذه الريحه وصابرين لهذا الزيكو اللي راه امامهم ما داروا حتى حاجه ما تحركوا ما روحوا خلوا ميميسي يستحوا يتحركوا ينقي لهم بلادهم ومن بعد يهاجموا في الجزائر الجزائر زيدوا تبعوا خوتنا لا لايك البارطاج طلعوا لنا فيديو باش ما يطيحوش العياشه ديال الواد لو كان شي واحد مريض دابا راه غيمرض في هادشي هذا راه المسؤولين اللي ما كاينين يديرون له هذا راه ما كاين والو كاين حد هنايا دابا راه هنا راه ما كاينش دابا شي كلشي مسدود هذا هنا تبوش عندهم ولكن المسؤولين راه ما كاين والو واش عندكم ما تهضر اي حول الترقي شي حاجه ما داروها انت تشوف كون داروا شي حاجه كون باينه هما جابوا عرموا داك الطراب تما وصافي والناس الغيس ما زاد الغيس الله يرضي عليك راكم تشوفوا خوتي هذه الطريق كامل راهي من قتل القنز راهي غير زيكو خوتي قلت لكم ولات بحال خوتي وراهم مخلينها عادي عايشين حياتهم الريحه تاع الزيكو عادي خوتي الله غالب اهل الزريبه تشوف كل شيء بلد الفضائح ومن بعد تلقوهم يناقروا في الجزائر 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 قاره زري هاي زريبه تاع بصح راكم تشوفوا الزيكو شبقى زيدوا تبعوا خوتنا غير ما زاد الغيس وما زاد التكرفيس وما زاد اي والله يهديهم وهداك الشيء غير شويه ما كون طاحت شي شتا كثيره علم الله بنادم اش غيوقع ليه ايوا الحمد لله هادشي اللي كان الله يهديهم والو جاو كيخرجوا هنايا ما عرفاش كيديروا كي كيسرحوا الحواز تسرحوا الحواز كيدوزوا يسمو خلاو الضيا ما كانوا حواز مبوشين ما كيدوزوش سرحوهم دابا وخلوا الضيا ديال الخنز هنا خصهم يحيدوا المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو هذه هي احسن بلد في العالم هذه هي سويسرا تاع افريق واجمل كيما قال لك بلد وراه غادي تنظم كاس افريقيا وتنظم كاس العالم وراهي فايته الجزائر 100 سنه قال لك رانا فايتين الجزائر قرن لا حول ولا قوه الا بالله مهلك 12 قرن هذه هي خوتي راكم تشوفوا يعني بحر تاع زيكو خوتي ومن بعد يجي ناقر بالجزائر يجي ناقر زريبته بالجزائر زريبه تاع بصح راكم تشوفوا على بها قلنا احنا زريبه ما غلطناش خوتي يعني زيكو مطرطق مخلينا قال لك كل عام يزيد هذا زيكو كل عام يزيد شويه حتى ولا لهم بحر راه طريق كومبلي من قتل القنت معمره زيكو يعني ماشي ما خوتي هذا زيكو راه مطرطق حاشياكم خوتي الريحه ما نحكيكمش راكم ما تشوفوا يعني يروكسوا فوقها ويفوتوا يتمشوا عادي عايشين حياتهم الريحه ما فهمتش انا ولو عايشين مع هذه الريحه عادي خوتي يعني انا كون نجي من بعيد ندوخ نطيح من كثرة الريحه ماشي حالا نقرب راكم عارفين حنايا الحمد لله يا ربي بلادنا نقيه ما راهيش كيما الزريبه ما راناش متعودين على الروائح كيما راكم فاهمين المهم العياشي من نهارك ماشي زز نقي بلادك في الاولى نقوا دياركم قال لك تجي غير شويه شتا يحمل هذا الزيكو يعني يطلع من الكودرية تشتاو كامل ايوا يدخل لهم ديارهم وهما عايشين عادي عايشين مع الزيكو عايشين مع الريحة تاع الزيكو عادي نورمال هذه هي مهلكة الطاكوس ما تستغرب ما والو خويا الجزائري هذه هي الزريبة اللي قال لك غادي تنظم كاس افريقيا وكاس العالم باش الله اعلم ما سمحتو مراكا قال لك ما سامعينش كامل بينا ما يحوسوا علينا ما يسمعوا بينا الزيكو جاو خدموا الطريق في بلاصة بعيدة ومن بعد كيحبسوا يا خلوها روحوا شافوا بلي كاين الزيكو راه مطرطق خلوه سمحوا فيه عادي يعني كوش راه مبلع في هذه الطريق نورمال عادي خلوا هاد المواطنين يعيش ما يعيش الله يسهل مهم ميسيس راه عايش قصر تاعه هذه هي ملكة الطاكوس المهم خوتنا اللي لاك البارطاج طلعونا هذا الفيديو راكم عارفين باللي العياشة ينتقروا تستقلهم كيشوفوا بلادهم بهذه الصورة هذه هي صورة حقيقية الطكاتيرة تاع تيك توك ما يوروش هذه الصورة الحقيقية يبينوا الماروك باللي سويسرا وكامل راكم فاهمين والو زريبة مثالي المهم وصلونا انتم الفيديو باش يطلع الفيديو ما يطيحوناش العيشة ونشوفوا العالم الحقيقة تاع زريبة الطاكوس
اللي ماش مشترك يهبط يشترك ويفعل زر الجرس. شكرا لكامل الناس اللي تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، ربي يحفظكم خوتي. عطونا رايكم في التعليقات. القناه الاولى ما تنساوش كامل باش تشرفونا فيها، غادي تلقاوها في صندوق الوصف، ربي تحفظ صندوق الوصف. مرحبا بكم كامل خوتي، حساباتي الشخصيه انستغرام تيك توك لاباج على فيسبوك غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.